مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة، طقس صيفي عادي وأيضا طقس حار في الأغوار والعقبة والبادية الجنوبية الشرقية والبادية الشرقية، لكن الأجواء لطيفة ليلا. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن المملكة ستكون تحت تأثير كتلة هوائية معتدلة من حيث الحرارة والرطوبة، بحيث تبقي الأجواء في المملكة صيفية عادية في النهار، وأيضا درجات الحرارة حول معدلاتها تقريبا، وأجواء صيفية لطيفة أثناء الليل. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة أجواء لطيفة، الحرارة الصغرى المتوقعة 21 درجة مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة، يوم غد الأحد أجواء صيفية معتدلة نهارا، أجواء صيفية لطيفة ليلا، العظمى المتوقعة 30 والصغرى 21. يوم الاثنين العظمى المتوقع أن يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة يوم الاثنين، الأجواء صيفية معتدلة بالنهار، صيفية لطيفة ليلا، العظمى 28 والصغرى 19. أيضا استمرار الأجواء الصيفية المعتدلة نهارا يوم الثلاثاء والصيفية اللطيفة ليلا، العظمى 29 والصغرى 19 درجة مئوية. الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في الأماكن المختلفة، في المناطق الشمالية إربد 32-20، عجلون 31-18، جرش 32-21، المفرق 34-19 درجة مئوية. المنطقة الوسطى البلقاء 31-21، مأدبة 30-21، عمان 30-21، البحر الميت أجواء حارة، العظمى المتوقع 40 والصغرى 28، الزرقاء 34-21 درجة مئوي، أجواء حارة نسبيا أثناء النهار لكنها معتدلة أثناء الليل. المنطقة الجنوبية الكرك 31-20، الطفيلة 30-21، الشراع 28-18، معان 32-20، والعقبة أجواء حارة 39-29 درجة مئوية. المنطقة الشرقية أجواء حارة، الأزرق 37-22، الصفاوي 37-23، والرويشد 37-24 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا لمتابعتكم ونترككم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.